نوري أحمد الخلف، عازف بيانو، مدرس موسيقي، مهندس برمجيات. أول ذكرى كانت لي مع العزف كانت أول مرة عزفت فيها قدام الجمهور. أول معزوفة استهوتني هي فوريليز لبيتهوفن. علاقتي بالبيانو، أنا تعلمت هذه الآلة من كنت طفل صغير، مشت معي طول السنين هذه، فأعتبرها علاقة كأنها علاقة روحية. إذا بختار بين الموسيقى الكلاسيكية وبين الموسيقى الشرقية، فأنا بختار الموسيقى الكلاسيكية، ولكن حلو إن إحنا ننوع بين الموسيقات، بين هذه الموسيقى الشرقية نوظفها في الموسيقى الكلاسيكية والعكس. لو رجع فيني الزمن ورا راح أعزف مع، يعني هو صعب الاختيار، ولكن بيتهوفن أو موزارت. عن نفسي أنا بيتهوفن وموزارت وباخ وغير الأعمدة هذه الرئيسية للموسيقى أنا أحب. الموسيقى بالنسبة لي هي الحياة كلها، ما أقدر أشرح شيء غير كذا، لأن الحياة حرفياً يعني تعبر عن كل شيء. مرحبا يا نوري. يا أهلين وسهلين. منور. الله يخليك من نورك. الله يسلمك. مبسوطين كثير يا نوري بوجودك معنا. الله يخليك. والله أنا المبسوط بوجودي في هذا البرنامج الجميل صراحة، وبرنامج من البرامج اللي كنا نفقدها، واللي راح ينقل للمشاهد الموسيقات الكلاسيكية وكيف تكون الموسيقات الكلاسيكية وصعوبتها. وجوبيتر هي سمفونية مرة صعبة، وكذا تحسوا كأن سووا فيها ميكس ما بين الألحان الرومانسية وما بين السيمفونيات الصعبة العريقة والعميقة كذا. إيه، والضخامة يعني كان فيها ضخامة، وهي مثل ما قلت من آخر السيمفونيات. وبالصيف 1788 ألف موتسارت ثلاث سيمفونيات، 39 40 و41 ورا بعض. الأولى بيونيو، الثانية يوليو، والثالثة اللي هي موضوع حلقتنا بأغسطس. السيمفونية دي أنا بالنسبة لي يعني فيها حركة غريبة، مع أنه طولها عادي يعني 40 دقيقة، بس ما فيها مقدمة، بس فيها يعني ختمة ضخمة. فنوري أنت إيش رأيك بالحركة الرابعة للسيمفونية 41؟ والله هي شوفي، أنا صراحة أنا أتكلم عن الحركة الأولى ولا الحركة الثانية، ولا فيها كلها حركات، هي السيمفونية كامل. فلو جيت أتكلم عن المعزوفة في الحركة الأولى منها، خليني بمثلها لكم بحياة واقعية. طيب، الحركة الأولى راح تكون يعني كانت سريعة، سرعة عادية. بعدها بعد ما صارت سريعة قلت سرعتها، صارت أبطأ شوي. وخليني بمثل البطء حقها كأنه مشي الإنسان يعني بنفس السرعة يعني. وبعدها صار سرعتها أبطأ مثل بطء عقارب الساعة. لو جي أمثلها بمثلها كان عقارب يعني عدد الثواني وهي قاعدة تضرب الساعة. حلو هذا التشبيه. زين. حلو كثير. ورجع في المنطقة الرابعة إلى الجري. مظبوط. فهذه هذا التشكيلة اللي سواها خلى يعني خلى المعزوفة والسيمفوني مرة صعبة ومرة توصل للمستمع.